هدفي علي معلول ليفوز النادي الأهلي في الشوط الأول في القاهرة هدفين الحقيقة في عمر المباراة. علي معلول في الدقيقة 56 ثم يعود علي معلول مرة أخرى في الدقيقة 68 من ركلة جزاء صحيحة 100%. الحقيقة أداء رائع جدا للنادي الأهلي. ولكن قبل ما نتكلم عن أداء النادي الأهلي وقبل ما نبارك لنجومنا الكبار اللي موجودين معنا في الاستوديو التحليلي، الحقيقة شابو لجمهور النادي الأهلي، كل جمهور النادي الأهلي اللي كان متواجد في الاستاد 30,000 أو ما يزيد عن 30,000 بكتير. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا وحاجة رائعة جدا جدا. هو ده جمهور النادي الأهلي اللي احنا عايزينه، هو ده جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيقف في ظهر لاعبيه وفي ظهر فريقه حتى النهاية، من الدقيقة الأولى للدقيقة 94 أو 95 جمهور النادي الأهلي لم يتوقف عن التشجيع طوال أكثر من 95 دقيقة وما قبل بداية هذه المباراة. عموما ألف مبروك، هدفين مهمين جدا للنادي الأهلي في الشوط الأول الذي انتهى بالهدفين النظيفين. كابتن فتحي ألف مبروك، كابتن شريف ألف مبروك، كابتن بلال ألف مبروك.